شو عم بتقول؟ انت عم تمزح معي مو؟ مزحة شو؟ عم قلك خطفنا مرتك، شو ما عم تسمعني يعني؟ وشو بدكم قلي؟ شو بدكم من مرتي؟ انتو مجانين شي؟ قد ما في مصاري بالبنك هلأ بتسحبون وبتجيب لنا ياهن، سمعتني ولك؟ وإلا مرتك واللي ببطنا فوراً بيموتوا، عم تفهموا لا؟ شو بيضمن لي إنكم ما عم تكسبوا؟ هذا عم يقول شو بيضمن لي إذا مرتي فعلاً معكم. وشو هالقصة يا؟ غدي احكي مع جوزك. سالم شلون الله تساعدني؟ مرعوبة كثير. ألماس؟ ألماس؟ أنت منيحة؟ ساعدني وخلصني منهم سالم. شو؟ سمعت صوتها؟ لك إذا بتلمسوا شعرة من رأسها ما بترككم عايشين. اتركوها وراح أعمل يلي بدكم إياها ماشي؟ راح تجيب لنا كل شي مصاري بالبنك، وإذا رحت على الشرطة ما راح تلوم غير حالك. كيف بدك أسحب كل هالمصاري يلي بالبنك؟ أنتو جنيتوا شي؟ لك أنا ما دخلني ولا؟ أنت موظف هنيك، راح تجيب لنا على الأقل 100,000 ليرة، وإلا ما بتشوف مرتك مرة تانية، معك ساعة، راح أرجع أتصل فيك. ألو؟ ألو؟ أخي أنت منيح؟ أخي صاير معك شي مضايقك؟ لا لا أنا منيح. إيه بس لونك مخطوف. إيه فيي أطلب 5 دقايق كمان من حضرتك؟ إيه بس اللي ساعة واقف هون يا أخي. يلا بس ما تطلبوا. لازم توقعي لي على هالورق. إيه ماشي. يعطيك العافية. أهلين سالم. قديش في عنا بالخزنة؟ 80,000 تقريبا. وفيني أخذ هالمصاري؟ كل المصاري؟ أكيد لا. شو نسيت عنا دفع اليوم؟ هدول المصاري لازمين. عنا دفعات عم قلك سالم بيك، كيف بدي أعطيك المصاري؟ ما عم تفهمي؟ عم قلك المصاري لازميني. شو هالحكي؟ هاتي لشوف. ما هاتي هون سالم بيك. شو جنيت؟ شو عم تعمل؟ بعدي ما دخلك. يا أمن يا أمن تعالوا لهون، سالم بيك انت عم تغلط. شو عم يصير بوزك؟ وقفوا لهذا الزلمه فورا. ليلي شوفي بده ياخذ المصاري، وقفوا فورا. سالم بيك انت شو اللي عم تعمله؟ ليك اخي هالمصاري لازميني. ارفع ايدك وانتي ارفعوهن. سالم بيك ارفعوا ايديكم. يلا سالم بيك اهدى شوي. عمولي انه هالمصاري لازميني وما بدكم تفهموا. شو عم بيصير؟ ولا حركة يا رجل. أنا مثل المغناطيس للمشاكل بتلحقني لحالة، المصايب بتجي لعندي. هلأ كملت، تركته للسلاح بالفرع لعم على النسوة. ألو أخي عاكف. أخي الحقوني بسرعة على البنك، صار في مشكلة اعتداء مسلح هون. كم شخص هنه؟ شخص واحد بس لازم تجوا فورا، الوضع كتير مكركب. تمام تمام كارلوس، ليك لا تعمل أي شيء لحتى نصل، عم تفهم؟ ماشي أخي ما رح أعمل شيء. خير عاكف؟ هذا كارلوس، بالبنك صار في مشكلة اعتداء مسلح، خبروا الكل يجهزوا حالهم بسرعة. يلا دغري. الكل يبعد لهنيك. يلا طيب طالع. تحرك 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 أنت وياه. أوعكم حدا يجرب يعمل شيء، تحركوا لشوف. سالم بيك هذا اللي عم تعمله غلط. عجلوا عجلوا، روح لهنيك. يلا عجل لهنيك. اقعدوا اقعدوا، ما حدا يتحرك من مكانه. يلي بده يتحرك بدي أوصه دغري. لك انتو ما عندكن احساس؟ ليش ما عندكن ضمير بنوم؟ لك انا عم قلكن حامل، ما انكن شايفين بعيونكن اني حامل؟ اذا قلبكن ما نواجعكن عليه اشفقوا هالبيبي اللي ببطني. اسكتي بقى اسكتي. ارجان عمل لك شغلة تخرسها، بلشت تعصبني. ليش عم تندهلي باسمي؟ رح تكشفنا. سد بوزك انت. ليكي وليك، إذا بتفتحي تمك بتبحك بحسب الله ما خلقك. صوتك ناديت له أرجان، بس ما تكون أنت أرجان جارنا بالحالة. ما في حدا اسمه أرجان بيناتنا. بموتك عم نقلك يا مخلوق، قالك بموتك. اتصل بسالم يجيب المصاري وإلا بقتلها هلا. داخلي منها. عجلي وليه؟ إجا الوقت المناسب هلا.
بنصحك تروح تعمل شيء سمعه. المداهمة صارت برا، رح يقتحموا المكان بعد شوي. خلاص ليكو داير ضهره، رح شلح المسدس. بنصحك تقوم من مكانك، رح تنزع القصة أكتر. خلاص اهدى. شو أنت بدك تخاطر بحياة كل اللي هون؟ وقف، لا تروح. شو صار؟ أختي بعدي شوي، بعدي. هات العمى، أنت شو عملت؟ أنت ارجع مكانك. الزلمة أكل رصاصة، لازم شي حدا يوقف النزيف. تمام، ارتاح هلا. اهدى، حاول تاخذ نفس عميق. مثل عمى، هذا كان صوت سلاح. ان شاء الله ما يكون صار شي لحدا. اخي صالح لازم نتدخل فورا. استنوا، كارلوس رح يخبرنا بالوضع، مننتظره. اسمع اخي، هالزلمه متصاوب بس بعده عايش لهلا. انت عم تنهب البنك بس تهمه القتل اكبر بكثير. انهي هالقصه، لازم نطالع هذا الرجال من هون، واذا ما طلع ومات انت رح تكون متهم بقتله. شبكي خالي؟ خالي انت منيحة؟ خالتي انت منيحة؟ عندك اي دواء خالتي؟ بالشنطة. بالشنطة. تمام خالتي. من شو بتشكي؟ شو مرضك؟ قلبي. الخالة مريضة قلب. سمعتها. عجلي اعطيها الحبة. تحت اللسان. شو عم تعملوا معها؟ اتركوها لحالها. ليك، واحد متصاوب والخالة مريضة، لازم نطالع الاثنين من هون فورا. ما حدا رح يطلع من هون. انت هيك رح تقتلها. طيب بشو بساعدها؟ جيبوا سيارة اسعاف، بدنا سيارة اسعاف فورا. طولي بالك خالتي، انت منيحة. حاولي ما بكيش. نفسي نفس عميق كثير. روقي جنبي، ارتاحي. لسا رح نستنى أكتر من هيك؟ ما كنا نخلص من هالقصة. اصبر كمان شوي، الزلمة عم ينهب البنك. مين اللي عم ينهبه؟ مين بده يكون؟ جوزك. بس طلع بحبك عن جد والله. شو بدكم منه انتو؟ كيف عرفتوا انه بيشتغل بالبنك أصلا؟ أخي أنا رح تجيني الحالة ولازم زبط الطاسة، فهمت علي أنت؟ حبة؟ يا ريت تعطيني وحدة. ما عم لقي الحبوب. مو كانوا معك؟ دخلنا على البيت كانوا بجيبتي. اوعك تكون وقعتهم، هدول كانوا اخر شيء. العم على القصة، شو بدنا نساوي هلا؟ اهدوا شوي، بشو عم تحكوا؟ ارجان، هذا الاهبل وقع الحبوب بالبيت. شو عم تحكي له؟ رح تفضحونا انتو. والله عرفاني. الله يصطفل فيك ارجان، وعامل حالك انك اخي؟ لك في بني ادم ما بيعمل هالعملة باخته؟ اي انا شو بدك وليك؟ انا ما بدي اخت مثلك ولا صهر مثل زوجك، فهمتيني؟ خلي الحياة تضحك لي شوي. ما شفقت علي ولا على صهرك، بس اللي ببطني بنت اختك لك العمى. خلاص بقى اخراسي، اصلا طلع خلي منك، بخنقك والله. اخي حاجتها، لازم حدا فينا يروح هلا وياخذ الحبوب من هنيك. انتو خليكن هون عم تراقبوا وانا رح جيبهن. طيب ماشي. سيدي، لقيت عنوان بيت الموظف، ما انه بعيد كتير، قريب علينا. تمام. عاكف، إلكر، إليف، انتو هلأ روحوا وشوفوا هالمخلوق اللي بهالعنوان فورا، ماشي؟ أمرك تمام. سيدي، في واحد جوا متصاوب ومرة تعبانة. تمام، يلا خلونا نخلص من هالمهمة بسرعة. يلا يلا يلا، الله يقويكم. اسمع، رح أحكي مع الزلمة وحاول طالعون من جوا. تمام، ديري بالك. ليك أخي، تحمل كمان شوي ولازم تضلك صاحي. ليك خليك ضاغط منيح على جرحك ليوقف شوي من النزف لحتى نسعك. بس أنا عم توجع كتير. لأنه إجت بلوح الكتف، طبيعي إنها توجعك. اهدى شوي وخليك عم تاخد نفس عميق. تمام، اهدى شوي. تمام، بس خليك رايق. روح للي فوتي قعدي. كيف وضعه؟ لازم ينعمل له الإسعافات، عم ينزف، لازم حدا يضغط له على الجرح. ماشي. ايه ضغطي هيك منيح. مين انت؟ اتركها تفوت لجوا،
بدها تحكي معك كأنه. ليش؟ مشان مصلحتك أخي. ما تخاف مني، ماني مسلحة، أنا هون كرمالك. جاي أفهم شو المشكلة، تركني فوت أحكي معك. ما عم بيوقف النزيف. تمام تمام، بس أصحك تفكري تعملي شيء. يلا ادخلي. اسم الزلمة سالم أويار، 30 سنة، اسم زوجته ألماس، الزلمة موظف بنك محترم، سجله نظيف وما في عنده أي سوابق. كملي تعي. اصحك تعملي أي حركة غلط. خالتي انتي منيحة؟ سالم بيك اسمعني منيح، انا بعرف انك عم تعمل هيك تحت ضغوط. كيف عرفتي الموضوع؟ حضرتك مانك انسان بيحبس الناس بالبنك رهاين عنده هيك؟ الموضوع خارج عن سيطرتك مو هيك؟ هيك او لا ما عاد يهم الموضوع هلا. اسمعني، اللي عم تعمله جريمة، رح نحل المشكلة. صار فينا يا ربي. بس بالاول ورجيني سلامة نيتك حتى انا كمان اقدر ساعدك. ماشي؟ كيف بدي اقدر ورجيكي؟ اسمح لي طالع المتصاوب والست التعبانة لبرا. عم تحكي الحق، مزبوط كلامها، إذا ساعدتنا بخطوة نحن كمان منساعدك بمئة خطوة. انتو مين؟ تمام يلا خديها. بعتولي نقالتين فورا. اهدى يلا بسرعة شوي. عسريع استعجلوا شوي. يلا خالتي تعي. ارجعي لهنيك، ارجعي لهنيك. تمام تخلصونا يلا. تمام ارجع. تمام ارجع مكانك. ماشي يلا اطلعوا. ما بعرف كيف بدي اتشكرك لانك تعاونت معي، بس بكل خطوه بتخطيها فكر بمرتك. ماشي؟ بمرتك وببنتك الجاية على الطريق اخي. انا عملت اللي عملته وغلطت وما عاد فيني اتراجع. مرتي حامل ولازم الحقها. انتي انتي تعي لهول بسرعه بسرعه. قلت لك تعي لعندي بسرعه. قومي بسرعه تعي. يلا تعي لهون يلا يلا تعي لعندي يلا. يا بتجيبوا لي مرتي او بتجيبوا لي سياره هلا بسرعه يلا. كأنه ما في حدا، ما في آثار كسر أو خلع هون. شو رح نعمل؟ صار لازم نفوت لجوا. كأنه عنا ضيف جاي لهون. تخبوا بسرعة. شو صاير هون؟
هالخاطفين المرة وليك كيف بيشتغلوا؟ إذا الباب ما عرفوا يقفلوه. ولا حركة. وقف شرطة. شو؟ شو في؟ شو عم تعملوا هون؟ هذا بيت أختي. معك رخصة لهالطيب؟ متأكدة ما في. لوين أخذتوا المرة؟ أي مرة بتقصد؟ الست اللي خطفتوها ولك، المرة اللي أخذتوها. ألماس ولك، ألماس. ألماس مين؟ مين خاطف أختي؟ أنا مالي خبر. اسمعني ولك، المرة حامل وزوجها عم يسرق ليرجعها. أحكي بسرعة، ما معنا وقت، بتعمل معروف. لك أختي مخطوفة وجايين عم تدبوا بخواني أنا وتحاسبوني. مبين عليه متيس وما راح ينطق. راح ينطق، راح ينطق، راح ينطق مثل الشاطر. عاكف، شو رح تعمل؟ احكي ولك، احكي وين حاجزين المرأة؟ احكي، عمل لك احكي. انت عن شو عم تحكي؟ معناتها ما بدك تحكي، ما هيك؟ عاكف، بكفي بقى حاجة. انت مجنون عاكف؟ ما حدا له عندي. ايه جنيت، جنيت. رح تحكي ولا رجعك كمان مرة؟ اسمعني، يعني معقول بعرف وما احكي؟ عمل لك احكي، احكي. عاكف، طلعوا للزلمة، طلعوا، رح تقتله. شو؟ بالخرابة، هي بالخرابة. أنا آسف، أنا كمان ضد التعذيب، بس ما بعرف ليش بتجيب فائدة مع الكلاب اللي مثلك. قوم معنا لشوف، رح ترجينا وينها. حرك. بس ليه؟ هيك ما رح نتفق. أخي سالم اطلع فيني، إذا بدك توجه سلاحك على حدا وجهه علي مو على النسوان. ماشي، تعال هون، معناتها رح نطلع سوا. تمام. سالم، بدك تدير بالك، ما بدي تصرف مجنون. أنا ماني مجنون، حاسك نق فوق راسي. خبريهم يجهزوا لي السيارة، عجلي ما معي وقت. يلا تمام، رح يجهزوها، بس انت روق. افتحي أدنيكي واسمعيني، مع أبسط غلطة منكن وبأوصل هالزلمة، بعدين بقوص كل يلي هون. سمعتيني منيح؟ سالم لا تخاف، ما رح يصير شي، لا تاكل هم. هي هذا هو المكان ولا عم تلعب معنا؟ ها؟ هو وهنن جوا. وين البناية؟ على اليسار بالطابق الثاني. معلم صالح، قصة الخطف مزبوطة، وصلنا بالمكان الصحيح. تمام، ديروا بالكم. ليكولا، دير بالك، اسمع صوتك. لا تكونوا عم تلهوني، مرتي وبنتي رح يموتوا هنيك، لازم روح دغري، ما عاد في وقت. أخي صالح، رح يطلعوا. فيكي تلهيون شوي؟ عكفوا الشباب لأول مرته هلأ. تحركوا. سالم، اسمعني، لأول مرتك شوي وبتصير عندك. اوعك تكوني عم تكذبي علي. ها؟ لا ما بكذب ابنه، اسم الزلم اللي خطفه أرجان أوراك. قلتي لي أرجان أوراك؟ أنت بتعرفه؟ هذا أخو مرتي، كذب كل هالحكي. طيب اثبتي لي. اخي صالح، في اي تطورات؟ ناطرين خبر منهم. عاكف، لازم تخفوا ايدكم بالمهمه، الزلمه مانو مصدقنا. عجلوا شوي، هلا رح ندخل. سيدي Oh.
أرجان؟ مين هنيك؟ هذا أنت؟ أرجان؟ أرجان إذا أنت بلا هذا المزح. آه. ساعدوني ساعدوني، ارجعوا لورا ولا بوص عليها. دغريكم ارجعوا لورا ولا بوص دغري. ما بشفق عليها بالمرة. ارموا سلاحكم بسرعة، ارموهن. أحسن ما أوص عليها والله، وما بيهمني إنها حامل، بقوص براسها. ارموا سلاحكم لشوف. لك دخيلكم خدوني على المستشفى، صار وقت ولادتي. يلا ارموها. تمام تمام، اهدى اهدى شوي، اهدى. ليك سلاحك انت وياه. اصحى تعمل اي شيء غلط. رح نتركهم ماشي، اهدى شوي. لو سمحت اتركني. اتركوا المسدسات. يلا اتركوها. وقفوا لشوف. ايه هيك، ها خليكن عاقلين. شو عملتوا؟ ما في اخبار عن مرتي؟ ليش ما حدا عم بيقول شي؟ اصبر شوي كمان، ما عندي وقت لاصبر. ليش ما عم تفهميني؟ مرتي حامل، لازم اخذن هالمصاري فورا. افتحوا لي الطريق او بوصل هالزلمه بنص راسه. اسمع سالم، أنا عنصر بالمداهمة، ومدام زملائي لقولك مرتك رح يرجعولك ياها بخير وسلامة، ما تاكل هم. سمعتني مني؟ أخي صالح، شو الأخبار؟ بس طمني، زلمة جانب. عاكف، شو صار معكم؟ ما لقيتوا المرة لسه؟ أنت عم تسمعني؟ بس إن شاء الله ما يكون صاير شيء. ألو سيدي، إذا بتأمرني بوصه، بس كارلوس بين إيدي للزلمة. شو بدك أنت؟ تنصر لكارلوس كمان يعني؟ ايه انا بمون على كارلوس لهي الدرجة، بترك له اياها ذكرى مني. لا جن بالتك، نحن ناطرين خبر من عاكف اللي قلت عليه منفكر فيه غير يوم. ولا حركة، بس حكون تفكروا تعملوا شي. دخيلكن انا تعباني كتير، دخيلكن رح اولاد، دخيلكن تساعدوني، ان شاء الله رح اموت هون. يا رب دخيلكن ساعدوني. لك اسكتي بقى وسدي بوزك. دخيلكن دخيلكن نقلوني على المستشفى، انا رح اولد هلا. خلص اهدي شوي، خدوني حقني يا عاكف. المخلوقة اجا هطل الولادة ولازم نلحقها على المشفى فورا. ما شو رح نعمل؟ بس انت حاولي تهدي شوي، رح ناخدك. الكار انت خليك مع هدول، نحن رح ننقل الماس خانهم على المستشفى، انا رح جيب السيارة. يلا يلا. طيب ماشي، يلا امشي. معلم صالح، انقذنا الست الماس. تمام، خلي الخط مفتوح، رح خليك تحكي مع الزلمة. فايزي، رح فوت لجوا، انقذنا المره. الحمد لله يا رب، الحمد لله. وصلني خبر هلا، مرتك الحمد لله كتير منيحه وانقذوها. حاج خرسي، نفس الحكي، بعده عن طريقي. بعدي بعدي. خود انت حاكيه. ابعت التليفون لهون. انت احمله يلا. الو الماس، بس دقيقة رح اعطيك اياها. خدي. سالم سالم. الماس انت منيحة؟ أنا منيحة الحمد لله سالم، أنقذوني من
ليش صوتك مو منيح؟ لا تكوني تصاوبتي. أنا تعبانة كثير. ليش؟ إجاني إجاني طلع، رح أموت من وجعي. أوقف عجل شوي. مين قالولي هلا على المستشفى؟ تمام حياتي تمام، ماشي يا عمري، أنت بأمان هلا. سالم أنت شو عملت؟ لا تكون رحت عملت شي مو منيح؟ لا حبي ما عملت شي. وأنت رح تجي لهون؟ أنا يمكن ما أقدر إجي حياتي، ورح نحكي بعدين.